السلام عليكم مشاهدينا الأكارم ورحمة الله وبركاته. دائما يسألون شنو سياقاتكم باختيار الشاعر للبرنامج؟ خلنا أحكيكم إياهم صراحة. يعني أتمنى أنه الصديق أو اللي يعرف بهذا الموضوع يشهد لنا. شلون؟ اختياراتنا للشاعر حسب الشاعر نفسه، هو اللي يدللنا عليه. شاعرنا اليوم اللي استضافينا هسه راح تعرفونه، هو اللي دلالنا على نفسه من خلال قصيدته ووصول قصيدته وجمالية المفردة وجمالية الفكرة، هي اللي خلتنا نطرق بابه ونتشرف أنه نقدم له دعوة الحضور لهذا البرنامج. من بابل الحب وبابل الحضارة وبابل العطاء والشعر أيضا، الحبيب علي المقداد. الله يحفظك أبو الأكبر، الله يسلمك. شلو أسامة هاي؟ فدوا على عينك. شخبارك؟ بخير. كان استحقاقك اليوم؟ متأخرين؟ لا بالله ما متأخرين، لا بالله ما متأخرين. ويعني أولا إن شاء الله أكون خفيف ظل عليكم، وإن شاء الله نقدم حلقة تليق بمسامع المشاهدين. أمين يا رب. الله يحفظك. الشغلة الثانية والأهم، هذا دليل على انصافك بأنه للأمانة يعني أمام السادة المشاهدين. شكرا. أنه لا أكو تواصل بيني وبينك، لا تعرفني حضرتك، قعد الصبح لقيت رسالة من عندك للدعوة. شرف. فهذا هذا إذا دل على شيء دل على انصافك. العفو العفو. هو للأمانة المبدعين كلهم لهم حق بهذا البرنامج. اللي ما استضافينا اليوم راح نستضيفه ان شاء الله. ان شاء الله اي مبدع خليه يتيقن انه له حصه. والله يعني ابو الاكبر انت سباق بال... لا العفو العفو، الله يسلمك. خليني ادخل انا شوي مو هالقد احب المديح. زين. هذا المقطع اللطيف اللي انا حبيت شاعريته. الله يحفظك. حنيت هيك نقرا انا وياك. اي يقول حنيت والمفروض ما حن، حنيت والمفروض ما حن، بس قلبي ما بي خير ويكن بالليل يندهني وجعسن، أوي ومثل الحمام الفجر ويون، قاداني قلبي جاهل بسوق. شلون؟ قاداني قلبي أي جاهل بسوق، والدرب ما تتحمل النوق، مهضوم من راسي للعروق، زلمة ويرد لمريته مطقوق. لا يا ربك. اي هاي مرات شرفك عيد هاي. هذا المفروض هم يضرب هذا. اي حنيت والمفروض لا لا حن... المقطع الثاني رحم الله والدي. قاداني قلبي لا بس القيد يا القاء انا يعني شوي من الناس اللي يحبون الالقاء. قاداني قلبي جاهل بسوق، والدرب ما تتحمل النوق، مهضوم من راسي للعروق، زلمه ويرد لمريته مطقوق. يا هضيمته. اي والله انت حنين. ليش حنين والله؟ يعني انت مصالح ويا ذاتك؟ لو ما مصالح بصراحه انا مصالح ويا ذاتي، بس مرات يعني هو مو يقولون البشر بطلين دم. اي ساعه يفورا وساعه يفورا وساعه يفرد، مرات لما يفورا شويه هذا عصبي للاسف، بس ابرد بسرعه يعني. هذا خلنا ندافع على ذول العصبيين باعتباري واحد منهم يعني. زين يقولون هذا العصبي لا تجي له بساعه اللي هو عصبي، تعال والله خمس دقائق يعطيك عبات. لا والله. اي أيوة علي انت منهم؟ كلش من صرنا اثنين. لا هواي سامع يا ولا عصبي خلي علقنا يقول انا حتى تظل نعدل بالموضوع. اي لا انا اريد افتح لي رابطه للعزاب. انت اعزب. انا اعزب وبشده واعزف عن الزواج. لا 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 تستعجل. يعني لحد الان نقول. اي دير بالك دير بالك. لا لحد الان نقول. لا تستعجل. لا تستعجل وعازف عن الزواج. عريان السيد خلف الله يرحمه يقول بالكيف هو القلب لما يحب. الله لا يجيب هذا اليوم، لان انا مو بسهوله اتخطى. انت هسه صرت مشهور لو معروف لو شنو؟ لا يعني خلينا نقول معروف بمحافظه. حسابك في الانستغرام؟ حسابي 26. ايش قد كان قبل حنيت والمفروض ما حن؟ كان 4000 وكان خاص يعني برايفت، لان انا كنت يعني تارك الوسط الشعري يعني. اي انا تركت الوسط من 2016. هواي عندك معجبين؟ يعني الحمد لله. يعني باليوم كم رسالة توصل لك على الخاص؟ هاي السالفة تسوي لنا شغلات. ليش؟ وأما بنعمة ربك فحدث. خير من الله. بس مو أكثر منك. لحظة 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 شوف شلون كضيتك. هاي مال تسوي لنا شغلات. إيه. أنت عندك منا ومنا. أبد. بعد منين الشغلات تخاف؟
يعني أنا ما يعني ما أرد أفوت مارس حقوقك بالدبلوماسية والعدالة الطيبة يعني كريم. تألق اسمع. أنا راح أكون صريح بهاي الحلقة إلى أكثر من 100% يشهد الله. تحب أنت؟ لو كانوا صراحة كانوا احترقت بنارهم احترقوا بنارك؟ لا أنا احترقت بنارهم هم بيهم نار هم لو محترقين بناري ما صار اللي صار. ايش يبرد قلب بعدك حصو جوا النار ونار الذكريات بماي ما تخمد ودم ثار الاخو يبرد وعطرك حار دلال ببيت شيخ وفشل من تبرد الليالي وفرقتك سحقا سحق بالروح ما مسحوقي هالقد عتبة المرقد وعشت لك عشت لك خدي يتيمة تلقى بس دموع لا طاحت علي قذلة ولا ورت وعشت عشت حاد وصلي بس الضريبة صفاح مثل السيف ينطص فاحة من ينحد وتقل انسى تقل انسى التعود وقتك ينسيك ذبها على الوقت وحده الجرح ينشد وانا ليها السماء مستوعب انت مشيت غير استوعب اول خاطر اتعود المحبس من تنزع بس هيدا هذا البيت تقل انسى التعود وقتك ينسيك ذبها على الوقت وحده الجرح ينشد وانا ليها السماء مستوعب انت مشيت غير استوعب اول خاطر اتعود المحبس من تنزع يظل اثر جواه شلون تريد جرحه يا الوقت يضمد عفيه شت بعدك المحبس من تنزع يظل اثر جواه محبس من تنزع يظل اثر جواه شلون تريد جرحه يا الوقت يضمد عشت بعدك بلا معد بدوي ما لمكان افل فزاعه عدوان ما نعد بس ذنبي وضوحي انا ذنبي وضوحي تقربت لك حيل مرات الوضوح يغوش المشهد ترى استذني حكي انا ذنبي وضوحي قربت لك حيل مرات الوضوح مرات الوضوح يغوش المشهد وترى استذني حكي من العبد يختار اسكتت وانا كنت عدى ولا اتمرد قلبك قلبك باب بيت البيبنات هواي على قد الشوف لما ينفتح ينسد ومثل زعل امي جاي عفي عليك قلبك قلبك باب بيت قلبك باب بيت البيبنات هواي على قد الشوف لما ينفتح ينسد ومثل زعل امه جيتك ما تطول يوم ما تركد بشر بس عش الدور المت توبة عاشق ومو مال اصدق بيك وبرودك مو طبع لا كنت تتعمد عين تشوف حتى بنيتك اش مضموم وما عبرت علي تفكيري كان بعد ظنيت الجفوف تصير شجرة ياس اتشابتش بالوفا وبالزعل ما تنهد وحسبتك منها لشابق التسع سنين اش ثقلها وعلت علل منها لتفرهد والله وبس سرد افتهم من تنسئل شي تقول العلة بغيرت لو حرصة كان زين تقل لهم سجين مو كل سجن تقييد يحل جفوفك وساجنهن المعبط نعم وانا زلمة بدوي ومو زلمة ذا ما غار عليك ومن حبك لازم اتجرد عفت تشمسمة رغم انا تو نجناح عفت حريتي حتى بحبك تقيد قيدوك صادوك وانت النشر شوف فقوة طلعت من هاي الشبشة تريد نرجع لها لا هسه خلاص طلعت طلعت الحمد لله متعافي وامورك طيبه الحمد لله خير من الله وهاي الذكريات وهاي التفاصيل يعني مرات تتاثر الذكريات فقط يعني مرات اغنيه تذكرك بمكان يذكرك انت من الناس اللي يكلبون باللي يروح انا خير الدار وجهه وراح خلي يظل رخيص ها وانا غالي وراح اظل الغالي عفي عليك مني لا ينتظر دمعة هالورات ربعت بس تبحض الموال أنا عندي دموعي أغلى من العيون
وما ينزلن أول ولا تالي، وهو صحري شترف بس أنا ريح، كيف أنزله كيف أخليه عالي؟ أنا بن شيخ الرخيص إش عنده جاي؟ عافية والله تقوى. أنا بن شيخ الرخيص إش عنده جاي؟ وغير خلفة شيخ ما تحلالي، روح سألوا الجبل راح يقول ذاك إلا من رتقع وقفت تشالي. الغيم يخجل ما يقوم إلا من نام، والمطر يعطش ويتعنالي، والقمر يتعلل ويقلب لون، والشمس تبرد وتدنالي، الهوى من يختنق يشتمني ويصيح فويش يلبيك انت عش دلالي. ايش هالغرور هذا؟ لا حقيقة هذه خير روح. بس هو الله خالقه؟ لا والله، لا والله الدنيا ما توقف على واحد أبد أبد. صدق والله؟ والله خد توقف علي يا يم. أي أنا اللي ما تعوض. توقف علي يا يم. أي ما توقف علي يا يم. شلون والله هو يقول هيك أنا مثل العمر مو سهل يتكرر. ما اي شوف اي مشكله هم. انت وين كنت مضموم هاي الشعريه اللطيفه؟ الله يحفظك. لا هو اذا كان اكو ذنب فذنبي، يعني اعتراف. انا مبتعد عن الوسط من 2016. انا ب 2016 وين كنت بهاي المكان؟ يعني جيت لبغداد، كنت بجامعه بغداد كلية الإعلام، وأنا كسول صراحة. أنا كسول ترى، أنا ما أحب الكسول. لا حسنا مو منا كسول، عن صار ثلاثة شهور. لا ومنا وبعد ومنا وبعد لا إن شاء الله طرنا. ها والله جناحة كامل. لا كامل أنا ما عندي مشكلة، ضباب مو ضباب، عفية طير. عفية 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 الحمد لله. وتندل الدرب زين؟ كل زين أندل كل زيانة، يعني من رجعت جاهز إن شاء الله. يا رب دائم الحمد لله. من دواعي السرور. الله يحفظك. شاعر وكاريزما لطيفة. فدوى العينة بالله الكريم. بس هاي القصيدة كلها تتناقض ويا أكو جملة دائما معروفة يقولون الحب ما بكرامة. عندك مشكلة ويا القصيدة؟ عندك مشكلة ويا الجملة صراحة؟ عندي مشكلة وراح أحكي لك إياها. اسمع مني. هو أنا جاي على مود أسمع منك. اسمع. هذا التناقض، هذا الصراع الأزلي ما ينحل. مال بين الكرامة والاشتياق، فتلزمني الكرامة ويعتبي الشوق، وأنا بينهن سيف وعلى هلنسل. شوقي يقول له روح العشق ما بيعيب، الكرامة تقول له عيب تروح لا تنذل. وكابر بالنهار أضحك ضحكت شراع، بس بالليل حتى فراشي يتبل. والله ما ترهم تجي ساعة وتهود العين، وراح ارجع لك. ما ترهم تجي ساعة وتهود العين، وراح ارجع ازعلك وانا ارد ازعل. بس يعني انت بصراحة اكو لمحة غرور. مو لمحة غرور. أيه؟ بس هي مشكلة انه انت من تكون بزعل وتشتاق شلون تحل؟ انت تغار. أنا لو ما غار ما يعني ما افترقنا. أنا غير تسببت بهذا الموضوع. صدق والله؟ أنا بركان منه غار. أدري حتشيل الليل للعاشق سراب، وأدري ما تصدق قرارات العشق، بس وحق طيش الصبا وذيك السنين مو مثل كل مرة، هالمرة صدق. لا أنا لماشي برودك واستراح، ولا أنت بناري تقرر تحترق. أرد أحط حد للقدر ما بي حيل، هرش ما بي ثمرة شلعة من العرق. سنين وأنا أزرع لك بنص آخ عيد، تالي حملني حصادك بس طبق. بس بحسون سؤال، إحنا شعراء ليش دائما نطلع إحنا الطيبين والجانب الآخر مخطئ بحقنا؟ هاي نظرة التكامل اللي نشوفها بأنفسنا؟ لا أبداً، بس الطرف الثاني ما ممكن ما عنده القدرة أن يترجم اللي يتعرض له، بس هو هذا الموضوع. زين برأيك يعني هو دائماً هاي شايف إذا تسولف الحقيقة تقول أنا ما عندي نقص. نعم. بس هو بالحقيقة معقولة ما أكون نقص؟ لا مستحيل ما أكون إنسان ما عنده نقص. هي العلاقات دائماً. شنو النقطة السلبية اللي 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 بعلي المقداد؟ يعني ممكن عصبي ومتسرع. متسرع قراراتك. اي اليوم انا اريد غششني بعلاقتي بيك زين،
يعني شنو الصفات اللي لازم اتحملها؟ شنو الصفات الجيده والحسنه بيك؟ يعني الصفات الجيده الحسنه انه انا عندي ولاء ما اتخلى. هاي حلوه. ابدا ما اتخلى. بس الصفات السلبيه هي مو سيئه، سلبيه الى حد ما، انه انا متسرع وعصبي، نذني يعني اكثر اثنين. انا من اتسرع في قرار معين او فد رد فعل معين يصدر من عندي، هذا ما يمثلني، يمثل فد الحاله اللي انا الحاله اللي انا بيها فقط. فبس هاي اللي اريدها من عندك، انه تحتويني، تستوعبني، خليني ابرد، خليني شويه وتعالي تشلع عين. بس لا تعالج الخطا بخطا اكبر. انت هسه عميتها، بعد لا تعميها مره ثانيه، عوفك لا تكحل، خليك. بس هم فكره حلوه. اي انا بس ذني، بس ذن والباقي خبله. صدق والله احلى شيء بيك شنو؟ يعني هسه خاف اقول لك هاي انه انا طيب وكذا وتتبوب، لانه هواي يسولفون بي. اي كلاسيك هاي. اي شوف اي بس لا، هن عندي ولاء للماضي. يعني انا مثلا هاد ميداليه محتفظ بيها من الاول ابتدائي، ابد ما اتخلى. منين اجتك هاي الميداليه؟ من الاول ابتدائي. اي من الاول ابتدائي ما تنعد. منين هسه انه ما اذكر من الاول ابتدائي منين. انت ما تذكر؟ اذا ما تذكر عادي، معذور، بس خاف مو صدق يعني ما تذكر. اي والله ماكو هيك احراجات اليوم. اي بالعكس، والله مو بالقصد احرجك، بس اقصد انه انا ما اردت اسولف الشعر وكذا وهاي التفاصيل. شايف هاي الاشياء الرسميه؟ لازم اسولف لك على الميداليه، لازم اسولف لك على غير شغلات وما ادري شنو يعني. لا مو احنا بس الميداليه ونوقف، حتى ما نحدد من الاول ابتدائي. براحتك، جزء من الاول وتوصل. اترك 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 الموضوع. بقلبك عتب؟ انا عاتب قلب، مو بقلب عتب على اخرين. يا قلب وش بعد ما لك نيته، شو وقت تقفلها بيبانك وتتهدى؟ يوم تحب لوحدة انباعت من سنين، ويوم تحب لوحدة تعيشك بوحدة. شو وقت تفهم الطيب هالوقت ما يعيش، والراح برضاته العتب ما يرده. أي والله صحيح. ومو كل اللي يحضنك من صدق يهواك، كذب حضنة الروج الرقبة السدة كذب. خذوا لنا زوم لهاي اللقطة عمل لطيف. خذوا لنا زوم، رحم الله والديك. الله يسلمك. ناخذ اخذوا زوم، خلنا ناخذ شو اسمه فاصل. ناخذ فاصل يلا يلا. مشاهدينا الاكارم، فاصل ونعود اليكم. مشاهدينا الاكارم، عندنا وياكم بالبارت الثاني مع الحبيب علي المقداد. الله يحفظك. شو اخبارك؟ خير. طيب الحمد لله. الحمد لله. الله يعزك. الله يسلمك. انا نسيت اسالك بالبارت الاول. نعم. بابل شلونها؟ خير بابل. كلش احبها انا. الله يسلمك. هاي المحافظه خير. جدا احبها. فدوى لعينك، هي ما تحبك. بالله الكريم والله جدا اعتز بيها. هي ما تحبك. على طار البابل. نعم. اكو يقولون نظرات بابليه، نظرات عينك بابليه. ايه. صدق انا ما اعرف شنو هاي، شنو يعني نظرات عينك بابليه؟ لها ميزه معينه؟ اي نعم، هاي العيون اللي تسولف. اكو عيون السولف. كون تفهم حكي عيوني. وكون تقراها الرسايل. انا ما قلت لك احبك، بس وراك هواي قايل. وانا من ما اعترف لك لا خجول ولا اكابر، لا ولا اخاف الرفض. انا بعد الصار بي عيب من ما اتعب، بعد ما بي برساله بقطعه كلينس بورده بقلم خلصان احتفظ. انا ما اقدر اتخطى ولا على قلب انتفض، وبين على عيوني حبك ثار هيك الشوق فاضح. اي أيوة والله. انت حبك مثل عطر، شلون اضمه العاشق تفضح الملامح. اي أيوة والله. كنت كلش فوضوي وما تلمني دنيا، وعلى المشاكل راد رايح محرب، ولما انعشقتك بالعجل ذبيت سيف وقمت اسولف على التسامح. والله. والعيون السود تسبي وتسبي القلوب النظيف، عيونك يشوفن ويحجن عدهن اكثر من وظيف. زين وان شلون بي؟ انت مو من بابل ونظرات عينك بابلي. الله.
مرة تذكر العيون السود تسبي وتسبي القلوب النظيفة، عيونك يشوفن ويحجن عدهن أكثر من وظيفة. زين وانا شلون بي انت مو من بابل ونظرات عينك بابلي. مرة تذكر لما حت لك قلت لك تخيل عشقنا، قاطعتني وسولفت لي على اللي يحبوك وضحكنا، والله ضحكاتي كذب من ضحكت، ضحكة العاجر إذا جابت أخت. ومن هذيك الليلة ما فاهم شعوري، مرة صير النار كبرة ومرة صير الحيل بارد، أبو الخشم العالي بلوى من يحب من طرف واحد. أوه أنت خشم عالي. بلوى من يحب من طرف واحد. أنت يعني حياتك هيك بصورة عامة متسامح لو تزعل بسرعة؟ يعني مرات بعد ما سامح أقوله بس غشيم. شلون؟ وصلتني الطيبة حد ما من أحد، كاف أقول وكافي عشرتهم سراب وفجأة أشوف الكافي تتحول بعد. مرات تسامح بس ما تقدر، يعني تريد تزعل بس ما تقدر، فتسامح مرغم. أي مشكلة؟ مشكلة. زين برأيك شنو الحل إذا واحد يزعل؟ يعني ماكو في الطريقة معينة إنه يعني شايف هذا أنا زعلان ومشتاق، شنو شلون هاي هذا المكس شلون واحد راح يعالجه؟ عصام كريم اللطيف عنده بيت يقول زعلان لو مشتاق لك ليش ابدي؟ الله رجعتنا صح ماكو امل، بس انا يمكن عندي حل. وهو نورنا. منشتاق لك واحنا بزعل، اجل الزعل واحضني وعوف المكابر والكذب، خلنا نشرب الماي العذب بعد الزعل يحلى الذنب، ما تجي شوية نغني؟ الله 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 يحفظك. ال يعني بصراحة هذا الكاركتر اللي عرفته من خلال قصائدك زين جيد، انه انت احسك تكابر. اول مره قبل الجواب انت هسه اذا اسالك سؤال تكون صريح؟ طبعا. نرجع من خلال الكاركتر، انت رجل تكابر، شو رايك؟ نوعا ما. من 10؟ 9.5. هاي نوعا ما. نوعا ما. نوعا ما 9.5. نوعا ما. زين شلون اذا غلطان؟ اذا غلطان وداعتك انا اعتذر لك، بس تعال انت مو غلطان انا الاسف. هو ذا مو صوتك شي يقضي لي. ندري وحشه وتلفت شلون الخايف، ما يخلص الليل نوب شتاء طويل اللي يبدأ من الخمسة. زين يبدأ من الخمسة. أيوة وينتهي بيه ساعة؟ ما ينتهي، هو لحد ما أطلع للشغل. إذا بعدك مشتاق حتى نهارك ليل، إذا ما لقيت لك حل حتى نهارك ليل. بس للأمانة هاي القصائد ما يعني لازم واحد عنده شعور. يعني بصراحة بصراحة أنا أكتب عن ماضي علي المقداد. شنو يعني المقداد؟ شنو هاي قلة التعريف؟ أنا والدي مقداد بن عبيد المتعب، رجل شاعر ومنقول من منقولين الحلة، هذا قلة التعريف يعني اسم فني فقط. ها جيد جيد. أي فقط. جيد جيد. أنت من يا قبيلة؟ أنا شمري. 70 نعم. الله يحفظك. القناية. نعمة حالك نعمة حالك. قناية لو سناعيس. اثنينهم. ونعم. اثنينهم. نعم أنا من المحيسن من العبدة. ونعم. الله يحفظك. ونعم. الله يحفظك. ونعم. أنا جدا أعتز بهاي القبيلة للأمانة. والنعم منك. هواي عندي أصدقاء والنعم. شمر أعتز بهم جدا. والنعم منك الله يحفظك. شون هم يقول أحد شعراءهم بس اسمعوا وياي اسمعوا وياي يرحم والديك. نعم. هاي إلك ولسيد الوالد والكل شمر. الله يحفظك. يقول شمر يا غارون. نعم. يمته لا مرجارهم ضيف. الله. لولا الحياة من ربهم يسرقون. الله. إيه هاي مرات هواي يصير.
صير انت شنو ليش دا تعذب لي عدنان؟ ليش ما عذب ليش؟ شلون انت يمرون يمك خمسة واني مرني يم واحد؟ اكو لها علاقه القبيله والديوان بشخصيتك؟ يعني انا حتى شعراء بابل تحياتي لهم الاصدقاء دائما يقولوا لي هو معكوس على القصائد اذا انتبهت انت. انا زلمه مبدون واضح 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 واضح. انا يعني شويه عندي هاي روح الباديه ديوان هن اسمع جيد. انا قصدي انه لها تاثير على طبعاً. على بناء شخصيتك طبعا طبعا ها. طبعا انا حدي باماكن معينه وقاسي باماكن معينه معينة ولين باماكن معينة. طبعا هذا ان كلهن طبعا انعكاس يعني مجتمع له دور. البيئه هي البيئه تصنع. السيد الوالد راح يتابع الحلقه اكيد بالمناسبه. انت 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 الاكبر بين اخوانك؟ لا انا احنا اربع اخوان. عسى الله يحفظكم. الله يحفظك. اثنين اكبر من عندي جيد وانا واحد اصغر من عندي. الف تحيه. الله يسلمك. تحس راح يفتخر الوالد؟ خل احكي فت قضيه بخصوص الوالد. انا والدي كان امين سر جمعيه الشعراء الشعبيين بالحلم شاعر والنعم. سابقا ذاك يوم بالامس يسالوني انطاق دافع قلت لهم حاربني. العالم ما افتهمتها يعني. انا دخلت للشعر كنت بالسادس 2013 سادس علمي سادس ادبي يعني يعني هذا تحديد المصير تحديد نسلمي. المصير فكنت نطلع بالاذاعه يتصل على الاذاعه يقول لهم انا ابوه خليه يروح يقرا يعرف الشعر. ايه لمصلحتك. اي بالضبط. اي من هذا الباب يعني. أي شوف هي شوف هذا يعني للامانه هاي تكوينه غريبه. الام والاب تكوينه غريبه غريبه عجيبه سبحان الله يا اخي. يقولون سالفه هسه هي يمكن اسطوره او خرافه نعم لكن الغايه من عندها الحكمه. يقولون امراه صابها مرض معين وحست نفسها انه حياتها خلاص انتهت فيقولون بدت هذه جالع شايف. نعم نعم. يقول فطلبت من زوجها قالت اذا اطلب منك طلب تسوي؟ قال لها اي طلبي. قالت له تقص ايدي. طلب غريب طبعا. قال لها شنو هالطلب؟ قالت له تقص ايدي وتخليها بالكنتور. ليش يا بليش؟ قالت له الجهاله من يصيرون وكين اضربهم بيدي لا حول لين ايدي ما توجعهم بها حنيه. سبحان الله يا اخي. يعني يعني الام والاب بطريقه عجيبه غريبه يباعون لابنائهم بطريقه فعلا. عجيبه غريبه. عسى الله يحفظ الله اهلك ان شاء الله, الله ويحفظ امهات واباء جميع الناس. الله يحفظك امين ويزك. يا رب الله يحفظك ويعزك. نرجع ال 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 هاي المشاعر والشعور اللي كان بالبدايه زين. شلون تحملوا قساوتك لو كان شو يسمونه يشذبهن الحب؟ يعني انا مو كل الاوقات قاسي بامانه. جيد هاي اللي شويه 10% اي شلون راح يتعاملون وياها؟ تحملوها لو هو الحب شذبها؟ يعني هذا التهديد بالرحيل وال انت تهددت؟ لا هم ها فاي يعني انت من توصل مرحله بعد خلاص زين مليت من معاملتهم هذه؟ اي هو اللي ذا هو هذا اللي صار يعني. بالتالي انا يقولون اهلنا كثر الدق يلين الحديد يفك الحديد او يلين الحديد. فارحل تريد ترحل ارحل ارحل احسن ما تهدد بالرحيل. ارحل وكمل علي معروفك. ارحل احسن ما تهدد بالرحيل. ارحل وكمل علي معروفك. كمل علي معروفك. الموت أهون ما أظل عايش عليل وواقعك يمهم ويم طيوفك. بعد ما أعيش بمزاجك مستحيل وما تهزني بضحكتك وزلوفك. الله بيمان يطمن الكاتل دخيل وكت هسه صرت مصدر خوفك. قصرن جفوفك بيمان يطمن الكاتل دخيل وكت هسه صرت مصدر خوفك. قصرن جفوفك لحد نقل الشليل قصرن وما يصلن لحد شوفك. وانا مو ذاك القبل ليله طويل وداعتك ليله اقصر من جفوفك. مو اعظم هدهد انا وروجك ثقيل وهالغميجك بين من جروفك. الله ويبس تعود القلب
خاف ان يميل. قلت له ريح الماضي خاف تطوفك، قوي قلبك يا قلب، مدهم طويل اللي يلشلشل وانشرق مشعوفك. أوف. وبيدك تروف الجرح لو خلي يسيل، اكو جفوف تعيرك من تروفك. الله الله. الباع نفسه واشترى الوادم ذليل، شيل حملك وحدك على شدوفك. بالله صحيح. الباع نفسه واشترى الوادم ذليل، شيل حملك وحدك على شدوفك. الله الله يسلمك. الله. شوف اكو لغه تنفهم من العيون، صح؟ يقولون لغه العيون. نعم. على اساس انه يعني انت سيد العارفين والساده المشاهدين. نعم. نعم. كلهم. نعم. يعرفون. نعم. على انه اكثر لغه انتشارا في العالم هي لغه العيون. لغه العيون. باعتبار ان انا اقدر اقول لك يعني احبك او اكرهك من خلال عيوني، رغم يجوز اللغتان يعني مختلفتان. نعم. تفهمني شو؟ نعم نعم. فهو يقول هم صارت قبالك زين وانت متتشي وسكت اثنينكم زين وعيونكم تحكي. الله. شوف المكابر، تتمناها تمطر حتى من تبكي ما حد يعرف نقطة ضعفك. الله. انت تؤمن بلغة العيون؟ طبعا وافهمها. ها افهمها يا المشكلة، ونقطة ضعفي اقراها هي هاي البلوة، اقرا اللي كابر وعيونه تحكي. جيد. يم العيون تحكي حنيت لك، مشتاق لك وقليب صاير جمل، وينك يا اللي مراجعتني اكتب غزل يم صعد سوق شفايفك على التمر. لا يا حلوة الحلوات، انسى المضى بس مرة واحدة نعيش هذا العمر. والله صحيح، بس مرة واحدة خلصان. أنا أريد أستنزفك شعرا حقيقة. أنا خادم. الله يعزك. العفو. مختوم. عندنا 4 دقائق زين للبارت الثاني ينتهي. زين. نسمع قصيدة. قصيدة خادم. أقرأ من القديمات. أقرأ من القديمات. جيد، براحتك. لأنه هي هاي القصيدة شوية ممكن تكون هي أصدق قصيدة يعني كتبت بمشاعر صادقة. جيد. يقول جاوبني بس وغيب غيبة شمس، بس ردت أسألك وصفني لكلمتي، من تهز ضميرك منه يوقع حلم، توقع سنين ضاعت وحوبتي، نيتك ليل وقلت لبسك ضوء، أزرع لضحكة ويزرع بدمعتي، ونيتي وياك بلون وجهك ولك بس شامتك سودة بوجه نيتي. الله. ذلة الشيخ البتة شردت عشيك، لما عفتني الذل بكذلتي، مكسورة عيني من المراية استحي، أنا اللي ذدغث النخل وقفتي، شي أصدليل كان برحي حمل، العصفورة بشرك ما نقر تمرت. الله. ورغم انت ما عاشقني لكني ابتليت. اي عافية. اي بعشقك. اي 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 رغم انت ما عاشقني لكني ابتليت بعشقك، وخفاقي من العشق عليل، ودمعي مثل مزنة بقى فوق العيون، ويوم انجفيت اسعرت نار بالدليل، متوقعك تبقى معي في كل حين، بس ما هقيت انك نويت على الرحيل، اتبع سرابك شوق وادر انك سراء، ود احضن عيونك عسى تشفى الغليل، مشتاق اشم زلفك ولو نص نفس، كاف الجقاير غافي بريتي، صبيعين طاح بغيبتك يا دمع، كل هذا وانت تشكك بدمعتي، شطين باكي وانت ما دمعت، دعصر عيونك واعصر مخدتي. اوف. شطين باكي. شطين باكي. شطين باكي وانت ما دمعت، دعصر عيونك واعصر مخدتي، يوجعني كلي من اذكر اسمك، ولك من اللي تعضعف ثلمة شفتي، كنت احلم بمبروك دينك كمل، وتنداف من مي ضحكتك حنتي، يا مسيت العافية يا فرح، يا مسيت العافية على الفرح، قاومني بعدك ثق كسر عصتي، تجرحني وانفض كبريائي وسيط، بس ها دقائق وارجع بكلمتي، انا خسرت وياك كل شيء اعترف، وعدي وكلمتي وهيبتي ووقفتي، بس انعم الله على الجبين وكفو،
لازمها قوة وما يهد قبرتي. إيه لازمها قوة وما يهد قبرتي. الله 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 يحفظك. أنا مكابر واضح يا أخي. الله يحفظك. لا هاي قصيدة كتب يعني كتبت عليها أربع أجزاء. يعني هاي 2014. جيد. 2015 جاوبني قلت له ورأيته ما جاوب. الله الله. مشاهدين الأكارم فاصل ونعود إليكم. مشاهدين الأكارم وصلنا وياكم للبارت الأخير من حلقة هذا اليوم. حيا الله أبو حسين. حيا الله من قال. شلون صحتك؟ بخير وانت. أكو قاعدة فلسفية يقولون النقيضان لا يجتمعان. نعم. شو رأيك بهاي المقولة؟ يعني ممكن أفندها ممكن بس لا تحسها مبالغة. يجتمعان بشخص أمي. الله. فخر من عندكم تنحسب رجال. أي. وبنفس الوقت تنعد حمامة. ما يقضي الحنان اللي عندها شلال. الله. وبوقت المواقف بالزعامة. أي. نجي محملين هم تنطرنا بالباب. تشيل الدمعة وتخلي ابتسامة. الله الله الله. ألف تحية للسيدة الوالدة. الله يسلمك. ألف تحية. الله يحفظك. ممكن شخصية الشاعر تخليه يتصرف تصرفات غير على أنه يعني مو شاعر؟ يعني من ناحية الاشتياق ومن ناحية الاعتراف. يعني هو ممكن ياخذ هاي المشاعر اللي تصير عنده ينزلها يترجمها بطريقة يبتعد عن الحقيقة مرات. زين بصراحة من افترقته زين تلاقيت وراها؟ تلاقي أنا بس شلون ملقى نضحك لكن بالضحك حرقي أوف. وصار المعاتب بس بالعيون كل من عيونه تريد حق الله 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 الله. برأيك الخوف حالة صحية للبشر؟ مرات إيه. اللي خاف من شيء ينجو منه. بالضبط. أنت تخاف؟ يعني قبل من تعوفني كنت أخاف أخسرهم. أي. بس هسه تغير الوضع. قبل من تعوفني أركض وراك سادة وحروز وعجايز بالكثير يسووا لشارة. وقبل من تغلط كنت أنا أعتذر لك. الله. رغم ما مقتنع قلبه مشتعل لي لو نهار. هسه لا كل شيء اختلف والقلته ماضي. هسه لا قلبه برد وانطفت نارة. عفتك بديرة ندم وارتاح بالي وبعد ما يردني حنيني وقلبه ما يغير قراره. والدليل البارحة ما دخنت لما ذكرتك عفتك وعفت الجيجار. عفية أبد. وجرحهم نسيته؟ لا بالله هم جارحينك. عشت المضى بعشرتك عشت المضى بعشرتك صخرة على ساحل البحر والروج ثلمني. أي. كل هذا ما عاتبت ولا مثلك تغيرت. يا تشذب ما تحبني بس الصراحة افتخر غيرتك كانت سبب خاطر تمل مني. الله. أي. الله 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 يسلمك. غيرتك كانت سبب خاطر تمل مني بصراحة. إذا وقفت قدام المراية أكو تغيير بيك صح؟ يعني طبعاً تغيرت نحو الأحسن؟ يعني أكيد القناعات تغير. يقولون الإنسان كل يوم ينبت العقل. أي. ينضج. أي. أي. لا يعني هاي الـ أكو شيبات مو؟ تين ثلاثة؟ لا هواي. ها تصبغ؟ أصبغ. آه. للأسف يعني. لا مو هذا شو يقول؟ يقول أحملك بس ركز وياي. زين. أحملك ذنب. كل شيء بطلعت بالراس. ايه. المالك بيها يد عندك سبب بيها. الله صحيح. والله مو وراث الشيب منك صار. ها. نتيجة لا مبالاتك على توسل. قبل بيه خضاري غيط كم بستار. هسه.
والله مو ظروف، الوادي متذبب. الله، انت جريء، احسك جريء. انا هذا التناقض عندي، يعني انا جريء جدا وخجول جدا. اوف، المشكله ماكو معايير اخر مره طلبت، اخر مره تحس طلب جريء. صوره ردت خلو خليله بيها عبر المابية حيله، ادرب ليالي ثقيله، قالت قصيره بصفك ان شاء. قلت لها زعلاتش طويله. اي أيوة والله صحيح، اي أيوة والله صحيح. أيوة. هو الزعل حلو. اكو بيت ما اعرف اللي يا شاعر يقول يا حبيبه الزعل، الزعل من يقضي نعرف لذة بواكين. الله، اي حبيبه الزعل من يقضي نعرف لذة بواكين. انت تبكي هم تبكي؟ طبعا احنا بالتالي انا انسان. لا لا اقصد يعني ما عندك مشكله انه قدام العالم تبكي؟ لا مو قدام العالم ما تبكي. لا لا ما يعني اختلب نفسي، بس اكيد بالتالي انا انسان ابكي. طبعا 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 ابكي وابتسم وازعل. لا ما لها دخل هي هاي، ما يعني ما لها علاقه بالرجوله. انا بدأ. من وجهه نظري ما لها علاقه بالرجوله، بس هو مرات واحد يعني مكابر ما يبكي. بالضبط، ولذلك احنا انا عن نفسي ممكن اختلب ويا نفسي. انت قال لك انت انيق. الله يحفظك. لا صدق والله تعرف هاي المسألة؟ تدول عينك ذوقك. الله يسلمك. بس ما جاوبتني، بس تدول عينك وهاي. قال لك ما قال لك؟ يعني ها؟ بصراحة بصراحة زين، عندك معجبات؟ يعني طبيعي. جيد. شنو اللي يعجبهم بيك غير القصيدة؟ يعني يعجبهم سماري، يعجبهم طوضي، يعجب اكيد يعني الامور. يعني مثلا فد صفه معينه. يعني ما هو اكو حد بيني وبين العالم، اكيد هم يشوفون من خلال ظاهريا. بالضبط. فهو الشكل الخارجي له دور. ممكن انا كل شيء انا اعتز بسماري والعالم تحب سماري. ها اي اي وراح نقرا قصيده بيها بهذا الجانب شوي. على سمار تتغزل بروحها. لا مو اتغزل بروحي. لا لا مو اتغزل بروحي والله عافية. لا هي مو اتغزل بروحي بقد ما انه انا ترى أعتد أنا بذاتي. انا شخصيا مو ضد واحد يحب روحه، بل مع مو انا اذا ما احب روحي شلون الاخرين راح يحبون؟ عافية، لانه لازم يعني حتى بالقصيدة من تكتب قصيدة خلي انت اول الناس طبعا المقتنعين بها طبعا حتى تقدر توصلها للآخرين باعتبارها تكون صادقة. أكيد. تفهمني شلون؟ أكيد نعم. نعم. اليوم يعني برأيك أنت يحتاج الشاعر لمكملات أخرى غير القصيدة؟ أكيد. أكيد يحتاج، يعني مهمات جدا، بس المشكلة أنه أنت تعال شلون تقنع. عندنا هيك نماذج بالشعر؟ طبعا. أكيد أنت مهما كان مدى تأثيرك على المجتمع وإن كان نسبة 5%، فذول ال 5% خلينا نقول فد 100 شخص يتأثر بيك. مو فقط بقصيدتك يتأثر، ممكن بحديث، بلبسك، بحديثك، بلباقتك، بتسريحتك، انت شخص مؤثر فلازم تظهر. شنو امنياتك؟ والله يعني انا اعيش بسعاده باستقرار بهدوء فقط. يعني جاي تشتغل باتجاه هذا الموضوع؟ اكيد. ها هو امنياتك الشعريه؟ يعني والله بصراحه هسه ما ريت تنحسب علي، ما عندي سقف طموح، يعني اعلى من سقف الطموح بهذا الموضوع. مثلا شنو طموحك؟ يعني ان يبقى اسمي يتخلد، يعني مو فقط سنه وسنتين او يعني جد حوي يروح. ضد ضد الفقاعات. اي طبعا. اي ضد الفقاعات. اسم يبقى اسم للتاريخ. انت مطالع جيد؟ نوعا ما يعني. شنو متابع جيد؟ بالشعر يعني؟ نعم. اي. ها. يعني تعرف فلان كتب جديد، فلان نزل جيد جيد جيد. يعني شعرفنا على الانتهاء تعرف. نعم. بواحد واحد هيك اكو ناس تفرح وكذا بهاي التفاصيل. اي من الممكن تهدي له هاي فرحتك؟ يعني كل عام وانت بخير.
أنا ما أردي أعلق على هذا الموضوع، أردي أقرأ شعر مباشرة. كل عام وأنت بخير. كل عام وأنت بخير وأنا بمو خير، وقليبي حتى من أردر اسمي ذبدم، وكل عام وأنت الأولى بين الحلوات، وكل عام والفراش يمك يلتم، وكل عام أحبك من جديد وأشتاق وما توب ومني تندم وما أندم، وعاد السنين اللي احترقت فدوات. أي أيوة والله يم عينك اليم هالكحل شابع ذم. أوف. كل عام وانت العلج روح ترقصين، وكل عام قلب الذلتك يتحزر، جا هو هذا العشق يل ما تدرون، تدور كرامة بالعشق ما يفهم. الله، أنا عندي كرامة هواي بس كان اشتياق أكبر أكبر. أي بس هو بيني وبينك هاي الفلسفة المفروض واحد يقدرها، يعني هو أكيد يقدرها من كون يعرف أنه أنت شنو شخصيتك من هو ما موجود. شايف هذا أنا المظفر يقول 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 قبل ويا الهوى مني طقني أتعارك، وأنا قدامك أطيح لك ومسهل لك الأمور، بس كون تعرف استوعبهن ليش استوعبهن استوعبهن وكيب كوايت، ألعب بهدوء، خاف نوصل النقطة بعد ما بيها رجعة، ومن أحسسك هذا من أنا فارش لك جناحي وأنت تتعمد الدوسة، مني حسسني أنه أنت جاي تتعمد الدوسة، لا بعد يعني كنت جناحي ونكتك وياه حليم، ولما نغضب ما يظل تقديره، كتر المستحى والذلتك تحزم. أي. أي أي كن على حذر من اللئيم من الكريم إذا أهنته. نعم. أي الإمام علي سلام أي. الله عليه. سلام الله عليه. وصلنا للختام يا أبو حسون يا وردة، الله يحفظك. خلنا أحكي لك أنا بصراحة. زين، أنت مثال طيب بالشعر الشعبي، الله يحفظك ويعزك. وأنا الساعة المباركة اللي تعرفت بيها عليك، وساعة المباركة اللي أنت ضيفنا، أتشرف والله. الله يسلمك، الله يحفظك ويعزك. أنا أعرض لك صداقتي على طبق، وأنت رجل مخير وليس مسير. أتشرف بيك والله، والله الكريم أتشرف. وأتمنى بيك وأتمنى تكون أكثر جدية بالقصيدة. الله يسلمك، أتمنى تكون أكثر جدية، لأن أنا يهمني أشوفك نجم لامع. الله يحفظك في سماء بابل وفي سماء العراق وفي سماء الوطن العربي. الله يسلمك، الله يحفظك. وصلنا للختام، شكرا لك وشكرا للكادر، ويعني إن شاء الله كنت خفيف ظل عليكم، إن شاء الله ما أثقلت. خفض. الله يحفظك. أختم منه، أختم قصيدة. أي قلت لك أنت غالي تسوم روحك ليش، قلت لك عافية أنت غالي تسوم روحك ليش، من عدها وغلاتك بلشت تنزل، كانت عين ماي وهالسحب مفطور، شوية شوي غلاتك هيج قامت قل وهملتك، من لقيت الحرص تالي شيب صفنت لها، ولقيت الراحة للمهمل. الله اللي بقد على قد اهتمام جروح قلبه تصير، من باب احترام الذات ما يكمل. الله ومو متعافي من عفتك، ترى مجبور على التابوت هم مراتك وتهلهل، قوة من قلبه طلعتك سهم مكسور، السهم من ينبته وانطلعته تعلع، أكبر أمنياتي الوقت يرجع كون مثل أمنية ذاك اللي بالغلط يقتل. الله. قبل أكبر أمنياتي الوقت يرجع كون مثل أمنية ذاك اللي بالغلط يقتل، قبل بيه خضاري غيط كم بستان، والله مو ظروف الوادي متذبل، والله مو وراث الشيب منك صار، نتيجة لا مبالاتك على توسل اللي متشفى بجحر. والله مو وراث، والله مو وراث الشيب منك صار، نتيجة لا مبالاتك على توسل اللي متشفى بجحر، مو قلق مثل وياك ها مجبور أظل كل عمر متحمل، بصراحة سوالفك اللي متشفى بجحر مو قلق مثل وياك، ما مجبور أظل كل عمر متحمل، بصراحة سوالفك ما يشيل هالحمال، من حطهن على الجبل هم يخسف ويهدل، أمشيك بدرب منا ومنا نار، وأقول لك تحترق وعناد بيزل، ما تمشي عدل لو على الحبل مشوك،
بس أنا غشيم وكنت متأمل وعلى ياهي عذرك ما تمشي عدل؟ ما تمشي عدل لو على الحبل مشوك بس أنا غشيم وكنت متأمل وعلى ياهي عذرك هن وحدة اثنين هو العين صلفة يفيد لتكحل لا والله شا سامع شخفر ودقاتك انت هواي بقد دقات قلب الشارد ويختل على الخذلان كلمة آسف ايش قد عيب مرات الأعذار اللي على الفعل تكتل أي. وأنا مقدر دموعك أنا مصدق دموعك رغم ما تمثيل بالمشهد يعيش الدور اللي يمثل الله حضنتك موثقة حضمة المنجل هيج قبل كتلة السنبل يحضن السنبل بالله صحيح اشتريتك بالظلام وصدق غشني الليل ثار اللي يشرو آدم كفر يستعجل الله السماري شريتك بالظلام اشتريتك بالظلام وصدق غشني الليل ثار اللي يشرو آدم كفر يستعجل السماري السمار انت وبياضك فدوة دارون اي والله الاسمر بالغيوم الغيم المحمل وما دام زعلت يعني انا ما زليت لان هو الصدق من ينحكي زعل اي بالله قلت لك انت غالي تسوم روحك ليش من عدها وغلاتك بلشت تنزل الله 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 يحفظك الله هيا كامرتك واختم بما تحب الله يسلمك وشكرا لحضرتك طبعا واكرر شكري للكادر ولقناتكم و ان شاء الله طلعنا فشي يليق بمسامع المشاهدين يحفظك. الله يحفظك ويعزك يا عمري تحياتنا يا لكم ونلتقيكم بحلقه جديده ان شاء الله مقدم ان شاء الله ان شاء الله الله يسلمك ان شاء الله الله يحفظك ويعزك مشاهدينا الاكارم وصلنا وياكم لختام حلقه هذا اليوم شكرا لعلي المقداد وشكرا لحضراتكم ايضا كان معكم في الاعداد والتقديم اخوكم علي المنصوري في امان الله.